مساء الجمال. ايه الجمال والروعه دي؟ مباراه في الدوري الانجليزي ما بين ويست هام ونوتنغهام فورست، هي مش في السته الطب، يعني السته الكبار ما بيلعبوش في الماتش ده، يعني لا مانشستر يونايتد ولا مانشستر سيتي ولا ليفربول ولا توتنهام ولا تشيلسي ولا الارسنال، السته الكبار ما بيلعبوش في الماتش ده، لكن ماتش في قمه المتعه، عشان كده الواحد بيعشق الدوري الانجليزي. النهارده ويست هام على ملعب نوتنغهام، مباراه راحت وجت فيها كل حاجه في متعه كره القدم، واللي امتع ما فيها هو تالق النجم الجزائري سعيد بن رحمه بفضل الله، اللي بياكد رؤيته الفنيه السليمه. رؤيه في الواحد لما بفضل الله لما بيقول حاجه فنيه برؤيه، دايما بحب اتكلم قبل الحدث، مش السنه لما سعيد بن رحمه يبقى كويس اقول له شفتوا بقى سعيد بن رحمه كويس ازاي، لا انا بقول قبل الحدث. شوفوا الماتش الاولاني، ويست هام كان بيلعب على ملعبه مع مين؟ مع مانشستر سيتي الاسبوع اللي فات. شوفوا في تحليلي انا قلت ايه، سعيد بن رحمه المفروض يلعب مكان لانزيني، والتغييره الوحيده النهارده ان اتشال لانزيني ولعب سعيد بن رحمه، يعني ال10 لعيبه موجودين ما عدا لاعب واحد، ال11 طلع لانزيني من التشكيل وابتدى بسعيد بن رحمه اللي هو كان نجم المباراه الاول النهارده وعمل كل حاجه في الكوره. شوفوا رؤيتي الفنيه بدون طبطبه، مش عشان سعيد بن رحمه عربي وجزائري انا احبه، لا، صلاح لما بيكون وحش ببقى قاسي عليه جدا، محرز لما بيكون وحش ببقى قاسي عليه جدا، لما بيكونوا كويسين ندعمهم. فالنهارده سعيد بن رحمه برغم الهزيمه انما نجم المباراه الاول، الراجل غير الخمس سجلات المهاجمين كلهم وخلى سعيد بن رحمه بس هو اللي موجود في الملعب، دليل ان كلامنا ورؤيتنا الاسبوع اللي فات لما سعيد بن رحمه كان قاعد احتياطي وما لعبش كان رؤيتنا سليمه. يعني ديفيد مويس اللي قاعد مع الفرقه كل يوم وتدريبات ومعسكرات وبقاله سنين، احنا رؤيتنا بفضل الله احسن منه، لان هو غلط، ابتدى في ماتش السيتي الاسبوع اللي فات قعد سعيد بن رحمه بره ولعب بلانزيني. وشوف رؤيتنا في التحليل بفضل الله قلنا ايه بعد اذنك. تحت في واحده رقم 10 بتاع ايفرتون حاجه محترم، ايوبي حاجه محترم، ايوبي اسمع ده تحليل الاسبوع اللي فات، ما بيطلعش على حاجه، يجي يطلع يقعد يرجعوا تاني يرجعوا تاني، فالهزيمه باينه من اولها. يعني انا شايف ان سعيد بن رحمه احسن من لانزيني، لانزيني نفس الحجم بتاع سعيد بن رحمه، بس سعيد بن رحمه بيجري بيجري يتحرك، عنده سرعه الحركه، عنده تغيير الريتم من الدفاع للهجوم، بيغير الريتم ده بسرعه، هي دي ميزته بصراحه سعيد بن رحمه. لكن لانزيني ممكن يكون حريف شويه، بس ممكن مع الماتشات اللي تبقى اقل منك، الماتشات الثقيله تلعب سعيد بن رحمه. جوارديولا لما لعب الكلام ده انا قلت الاسبوع اللي فات بعد المباراه، النهارده هو التشكيل، وزي انا ما قلت دلوقتي اهو من اسبوع اهو شال لانزيني ولعب سعيد بن رحمه وكان هو النجم، ونفس الكلام اللي احنا قلناه قبل المباراه الاسبوع اللي فات اتحقق النهارده، ان سعيد بن رحمه هو اللي عمل كل حاجه لفريق ويست هام. هنعمل تحليل للمباراه كامل، بس الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي عشان تعرفوا ان في فرق ما بين ان انا اطبل لحد، وفي فرق ما بين ان انا ادي حقه. لما قلت سعيد بن رحمه مظلوم مع ديفيد مويس الموسم اللي فات، عمل اروع بدايات، عمل اروع شوط الدور الثاني ما بقاش يلعبه، ابتدى الموسم من غيره، شفتوا انا في التحليل الاسبوع اللي فات قلت ايه؟ ده اللي انا قلته اتعمل، يعني ما غيرش اتنين لعيبه مثلا سعيد بن رحمه واحد تلا، ده هو التغيير اللي انا طلبته، ده ان سعيد هو اللي يبدا النهارده ولانزيني اللي يطلع، عمل كده، ال11 هم بتوع الماتش اللي فات لعبوا، وسعيد بن رحمه هو اللي غير. عشان تعرفوا التحليل كرة القدم لو هتحلل بقلبك وبالعاطفة يبقى هيضحك علينا كتير وهيطلع كلامنا غلط كتير، كلامنا بيطلع صدق علشان مفيش عاطفة. محرز لما بيكون ضعيف بنقول ضعيف، سعيد بن رحمة لما بيكون بعيد بقول بعيد، وبيتأخر وما بيروحش على الجول بقول، محمد صلاح لما بيبقى بعيد عن مستواه ببقى قاسي عليه جدا وبقول ده مجاش وبقول حاجات كتيرة قوي عليه، لما بيبقوا ممتازين ببقى فرحان وادعمهم بقى. فالحمد لله كلام. شوف النهارده هزيمه لويست هام، بس انا فرحان ان سعيد بن رحمه هو كل ويست هام،
سعيد بن رحمه بقى هو المنقذ، اي لاعب له سهام يروح رايح بص ناحيه الشمال وعاملها لسعيد بن رحمه. هو النجم الاول في المباراه كلها مع الحارس طبعا هندرسون حارس نوتنجهام. هتكلم على المباراه كلها، اتكلم على المباراه كلها لان في ناس بتفهم غلط في ساعات تحليلات ماتشات بنتكلم على محرز في فيديو لوحده، ففي ناس تشوف الفيديو ده يقول لك ايه ده الكابتن مصطفى بيتكلم على محرز بس، لا انا عامل فيديو لتحليل المباراه ده فيديو بعد كده بتكلم على نجم المباراه. دلوقتي انا اتكلمت لكم على الموقف ده بتاع سعيد بن رحمه، وان شاء الله باذن الله النهارده بالليل هعمل لكم تحليل لوست هام ماتش كامل ان شاء الله. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه. شكرا.